كما تلاحظون اليوم نتواجد في هذا الجمع المبارك من أجل تخليد الذكرى 16 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مناسبة تؤكد من خلالها عمالة مقاطعات سيدي البرنوسي عن حضور قوي من خلال مجموعة من المبادرات التي واكبتها وعززت بها البرنامج الطموح الذي انطلق منذ سنة منذ انطلاق هذه المبادرة. هي مناسبة كذلك للتأكيد على أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعة سيدي البرنوسي هي مشاريع جبارة، وكانت في السنتين الأخيرتين كان هناك جيل جديد من المبادرات للتأكيد على نوعية هذه المبادرة وعلى مدى تماسكها وعلى مدى الإبداع والخلق الذي تميزت به من خلال مجموعة من المساهمات والمبادرات.